أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء أن المجلس وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال اللائحة إلى مجلس الدولة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة مجلس الوزراء برئاسة دولة رئيس الوزراء ناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والحمد لله يعني في موافقة، وهيترفع النهاردة بإذن الله لمجلس الدولة للإقرار النهائي بإذن الله. خلاص تم إقرارها وموافقتها خلاص بالإجماع من مجلس الوزراء، والنهاردة كانت أول جلسة نناقش فيها اللائحة، فيعني أنا سعيدة أن هي من أول جلسة الحمد لله تم إقرار اللائحة، وده بس يعني تأكيدا على التوافق بين الوزارات جميعا. وحب برضه اقول يعني حاجه مهمه، ان احنا طبعا القانون هو الاطار، بيحط الاطار التشريعي اللي هو منظم